السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. طبعا مثل ما انكم شايفين الدنيا فجر، مثل ما الوقت عندنا تماما الساعة 5:30 الصبح، وهلا بنشوف ايش راح نعمل في هذا الفيديو. طبعا في شيء اليوم عملته اضافي عما كنت اعمله انا بشكل دائم، بهذا الفيديو ركبنا مود اضافي للعبة. اتوقع نظفنا الوود، يعني تشوف تأكد، فركبنا مود اضافي اللي هو راح يساعدنا انه ناخذ اكثر من، شلون اقول لكم، يعني اكثر من عقد نقدر ناخذ بنفس الوقت. راح نفرج لكم اياه، وخلينا نشوف ايش العقد اللي ناخده. من الصبح بكير فقنا، في عنا هاي الحصاده الصغيره، من دورنا حصاده كبيره ناخذها ونشتغل على ظهرها. اوه 27000. طبعا هون في عقد بطاطا انا راح اخذه، يعني رقم جدا جميل. رح ناخده هو معداته، ما شاء الله اكتر شيء هي العقود البطاطا الموجودة اليوم عندنا، فلذلك انا هاخذ اكبر عقد بطاطا اللي هو 27000. طبعا رح تكون الارض خرافية جدا. رح ناخده تمام، وباني رح اخده رح اخذ في عقد تاني هون مكتوب 20000، رح اخده كمان اليوم بلش فيها طبعا ونضل عم نشتغل فيهم. هذا العقد ب 20000، مو بده بطاطا، طبعا بده بطاطا، رح ناخده. فشفت شلون صار عنا عقدين بس، ولكن بس هذا المود اللي ركبته قلت يعني بدي ركبه واستفيد منه مشان استفيد من كتير اشياء موجودة عندي. تمام، هاي حبيت اقول لكم اياها اول اشي. تاني اشي بدنا نعمله بما يطلع نهار، بدنا نوصل ل 200000. طبعا في اسئلة عم تجيني كتير بالتعليقات بشكل جدا كبير عن فيديوهات كتير قديمة، يعني منزل عنها وشارح عنها سابقا، بس ولكن الناس بتحب تسأل دائما، او في ناس سالوني شنو بدنا نبذور. طيب هلا رح افرجيك انا هون، اي يمكن هذا الزر اف. هلا مثل ما انكم شايفين هون البذور، في شب اخر فيديو او من شيء انا قبل ما اصور الفيديو شفته كتب لي التعليق، انه هو بده البذور، ما بلاقي ماكينه تبيع البذور، او منين بدي اشتري البذور. حبيبي بتكبس بي او تروح عند الشوب، تروح لهون، هاي البذور تمام، شوف هاي البذور اسمها السيت تمام، وهذا اكل الحيوانات. اذا ما بدك تسوي طبعا بتحطه من الزراعة اللي انت تزرعه، وفي فيديوهات شارح فيها وحاكي فيها كل شيء. ممكن تشتري انت هدول اكل وطعمين الحيوانات حسب رغبتك انت. وهذا السماد وهذا الجير او الكلس تمام، هاي اولا. ثانيا هون في عندك السماد السائل اللي هو هذا المبيد الحجري السائل، هذا بيفيد منه مشان ايش؟ كان هذا السيد تبع تبع يمكن البطاطا او الشجر، هذا السيد خاص فيه طبعا، مو هذا السيد غير هذاك السيد، او ممكن تستخدم الاثنين ايا يكن. بس في عندك كمان هذا نوع ثاني من السماد. في عندنا هون شجر، وهون كمان شجر، اذا بدنا نحب نزرع شجر مستقبلا، بس اكيد هذا ما نفكر فيه حاليا ولا مستقبلا. هون طبالي، اذا بدك تشتري طبلات تقدر تشتري من دون ما توجع راسك، بس هذا الحكي كليته. فهلا خلينا نروح على المتجر. يا في عندنا هاي السيارة، ايوه شو بدنا نحمل هذا الراس بهذا الراس. طيب هلا لا، اول شيء بنحمل هي، اقول لك ماني موجع راسي اساسا شاحتها. ماني محملها واخذها وماشي فيها، خلاص امشي هيك. بس خليني اتذكر وين كان العقد. رقم الارض 10 وهي 22، 10 و22 هي، وهي لا بنروح اول شيء على الارض 10 بعدين نرجع على الارض 22 تمام. تمام بس خليني كمان اطالع هاي السياره لبرا. صح، ما في عندي موت، صح تذكرت، كنت افكر انه مشي وراي بالفول مي. يلا استكنا على الشقه بالله، يلا يا صباح، يا فتح يا رزاق يا عليم يا كريم يا رب، استكنا على الشقه بالله. وهي اول عقد اليوم نمسكه. طبعا اتوقع العقود رح تسحب معي لاخر الاسبوع بضل اشتغل فيها، يعني بتاخذنا شي 4-5 فيديوهات. فيعني اذا شفتوه صريخ اشتغل الفيديو بدون صوت، يعني ما تنزعجوا حكم علينا، بس يعني بدنا نوصل 200000. طبعا بس وصلنا ل 200000 ما بعرف شو بدي اعمل بعدين، يعني يكون انجزنا المهمه. ممكن عم بفكر اني اشتري او من نبلش من هدول المودات اللي موجودات بمواسم نشتريهم اذا بدكم، يعني اذا انتم متفقين بهي الفكره انه اشتري توسيعة اللعبه، فاكتبوا لي تحت بالتعليقات انه بدنا التوسعه، او اذا بدكم ارجع للمود البناء قبل
يعني كل اللي لازمنا 200,000، اتوقع يعني بنهاية هذا العقد نوصل 200,000، لانه رح يجينا مرابح كتير من البطاطا، لان البطاطا هي شغلها صح بطيء، بس لما تخلص عقد البطاطا رح يكون انا مشتغل كتير اشياء. فيعني فهمتوا شنو؟ اول شي خلينا نفتح الماكينة. طبعا هاي فيها حلوة، شغلة حلوة انه بتتعبى بقلبها كمية، تمام. بس الأهم من هذا كله، فكروا لي ايش بدنا نعمل بالفيديو الجاي او الفيديوهات المستقبلية بالمزرعة، تمام. ولا بدكم انزلكم عن لعبة هاي اللي نزلت عنها؟ اي بنرجع للعبة سون راون، امبارح نزلت عنها، او الفيديو اللي نزل يمكن قبل هذا او قبله، ماني متذكر بالضبط بالترتيب. فشو رأيكم فيها؟ عجبتكم اللعبة؟ ما عجبتكم اللعبة؟ بنرجع للعبة الشاحنات. بدكم منزلكم شي تاني بهاي القناة؟ طبعا هذه القناة الثانية في كتير ناس شافت الفيديوهات، في فعلا فكرتني انه نفس القناة. لا، هذيك القناة متخصصة للفيديوهات اللي هي تختيم العاب بشكل كامل. هون ممكن نعملها انه دردشة مثل هيك، فيديوهات محاكيات، يعني العاب هيك قديمة، تمام. فهمت علي؟ اما هنيك الالعاب الجديدة بس انزل عنها. فلذلك انا عم بسألكو شو كترنا بالدخل يا. طبعا خلينا نطلع نفتح القطل وريني، بس ما يكون صاحبنا عبه. والله يا معلم، والله لسه بيسع كمان. دسنا بأرض صاحبنا. طبعا هون تعذب كتير بالتدوير، تعرفوا ليش؟ لأن كان في طريق قريب كتير منه. فليش عم بيرجع؟ تعال نقشر له. رجع معلم، رجع 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 عالساوي، رجع 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 رجع، تمام. بدك ترجع كمان؟ يلا ديروه، روح تيسر، روح عادي. بتصير في أرقى العائلات يعني. اوه نايس، ما كتير رح تكلفنا شغل. طيب بما انه هي ما رح تعذبني كتير بالشغل، خلينا نمسك كمان عقد، او عقد هالمرة نستفيد من الموارد اللي عنا، اللي هي ماكينة تنظيف الود، او هاي الماكينة اللي في عنا هون، ماكينة القطن. والله هذا عقد جميل، تعال ناخده. ارضه بسيطة، رقم 14، روح خده. بنروح على الارض رقم 14، وينها؟ تماما ها هي. طيب هي هون الماكينة لازم تكون، تمام. شو عم بدي اركب بالحصادة من دون؟ يا خودي، هاي احلى سيارة بكل اللعبة قسما بالله العظيم. لا بدها تم ولا بدها شي. شوفوا انتو الدركسيون ما اصغره. هلا بنروح بنحطها ان شاء الله. اوه شيت مان، الله حقق علينا يا معلم. ما عم ببين ما يبوز السيارة من وين صار المشكلة، ما ينبيني وين وين. اتوقع هيك انا ماشي حرف الطريق. صح، عرفت. معناته هاي البوز التم على راس السيارة، خلاص نمشي هيك. طبعا هون في عنا كمان ارض زارعينها بطاطا كمان، جماعة الله يعطيهم العافية. طبعا هي اليوم، يعني طبعا اللي ما بيعرف شلون نزرع بطاطا، هي عم مو نزرع بطاطا، شلون نسد البطاطا مثل ما انكم شايفين. بنجيب هاي الماكينة الحمراء، طبعا انا بورجيكم اياها بالشوب اذا بدكم. طبعا هاي الماكينة كمان لحصد القطن، اللي اول مرة بشوف الفيديو، ممكن ناس جديدة جاية تشوفني اول مرة، فيا اهلا وسهلا فيكم، بتنورونا بلايكاتكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم الجميلة، واهم شي الاشتراكات، اشتراك ولايك، اثنين مو هذي بس، اثنين لازم تعملون اياهم لانه شيء مهم جدا للقناة وبالنسبة لي. ف ايش بدنا نعمل هلا؟ هلا بدنا نلف على اليمين، ما بده نلف على اليمين من هون. نعم، في معه وش اسمه؟ هي مو ما اشتغلنا، قدنا عقد هذا، نظفناها من الارض. فوسخة بدها تنظيف، يلا ده. اتس اوكي. طيب ناخذ هاي التريلا بنحطها جنبها، مع انه مو وقتها هلا، بس ناخذها معلش.
شي خليني اخذ هي حتى برا ازتها بشي مكان ما عشان ما تضل تضايقني. طبعا عنا الماكينة البطاطا صارت 80% فل، كانوا مفضيها. بس والله حلو، سويت 3 خطوط ممتاز يعني. شفت شلون اول مرة رجعت ارانيه؟ لانه كان المجال ضيق، المرة صار مجالها اوسع يعني افضل. شفتوا شلون؟ المرة برمت برا. الله. صديقي المتابع، هاي ماكينة البطاطا، هلا بورجيك منين تشتريها من الشوب. طبعا هاي أفخم ماكينة باللعبة بالبطاطا، لأنه بتساعدك بشكل جدا كبير. بس والله يمكن هاي الماكينة معمول. لا ما هي معمول، ما بصير معمود اساسا. والله خزانها كبيرة. صح، تذكرت هي بضل رايح جاي على الشغل، بضل رايح جاي اودي لها او افضي لها بالمركز تبعها. لما تريلا وحدة طلعت فيها شي 70%، واو، او 80%. نايس. هلا بنروح بنودي هاي، وبعدين بندور لنا على العقد، او خلينا ندور هلا هون الارض رقم 26 عقدها صغير، فخلينا ناخذها. هلا بنروح نودي لها ماكينه اللي بس تحرس الارض. طبعا ما عم نلاقي عقود كويسه، كل هالعقود جرباني صراحه. فهون الارض رقم 33 والارض رقم 27، ايش في اراضي حوالينا؟ الارض 27 راح اخذ عقدها لانه جمع ارضي، اللي هي هاي بدها بس نحصد لها. بدنا نحصد لها الفاصوليه. طيب هاتي هاي العقد تبعك. تمام. هلا قبل ما نشي بنروح، لا مو هون، ولا هي ولا هي ولا هي، لا اله الا الله. بناخذ هاي الماكينه بنروح نحصد الفاصوليه، هاي اول شيء راح نعمله. تمام. بعدين بناخذ التراكس الصغير اللي عندي اياه، بنروح خليه يشتغل بحراسه الارض اللي جنبها رقم 28. تمام، يعني هيك بسكنا شي 10 عقود سوا. والله شي ذهب معلم. الله، الفيديو يطلع له شي 4 ساعات انا عم بسجل، بسوي لكم اياه شي 7 فيديوهات، روحوا انبسطوا. ما بتشوفوا حالكم غير نازلين بنص الفيديو. نايسة. طيب اول شي نبلش بهي الارض، نشغل الاضوية. طبعا هو في ناس هلا بتقول لي انت غشاش، بعرف هذا الحكي. ايش هدول؟ بتعرف اول مرة بنتبه انه في عنا هيك شيء. طيب المهم ناخذ هذا المحراث، او قبل ما المحراث اروح افضي بفضي بطاطا شوي، لان الماكينة راح تتعبى بطاطا. فارس دس، خلينا نعبيها بطاطا. بس تعبت بطاطا ونروح بفضيها بيها، بتضي له اياها مهما بده يفضيها. تعبيت الماكينة، فخلينا نرجع للماكينة الاولى. مو هي ولا هي، لا هي. ايوه تماما، يسر معلم. خلينا نمشي. بس هي بدي التراكتور موجود ورا، اللي بده نفضي بقلبه عشان نروح نفضي لهم اياه محل ما بده نفضي لهم اياه. ندخل من هون الارض رقم 26 اللي هي هي. ايزي، هي كانت مزروعة شو اسمه قطن، نرجع لك بعدين معلم. هلا هذا التراكتور ناخده لعند المحل ما بيحصد فاصولية، بنحطه عنده. ليش ما انا ضوء قدامي بس من ورا؟ اول مره بشوف تراكتور اللي ضو بس من ورا. طيب بنصفها هاي هون، مع انه اتوقع انه تقدر تحصد كميه جدا كبيره منها، يعني جوز تخلص اساسا وما تحتاج لحدا تاني يساعدها. طيب هلا هاي ماكينه البذور ما لها شغل. طيب هلا بنروح نفضي هاي، نشوف وين كان العقد الاول بدنا نفضيه، ابو 27000 اللي هو هذا رقم الارض. لازم يتفضى وين معلم؟ لازم يتفضى هون. والله مشوار له لما من هون هيك لهون، والله مشوار يا معلم. ليش الكذب؟ بورتان. طيب بنروح مفضي ونرجع لك يا معلم بسرعه بسرعه. يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم، شايفين الشغل ما تعبوا يا شباب؟
والله اللعبة صعبة، فيها صعوبة فيها، ما هي سهلة يعني. ياه الله، يا الله يا رب يا رحمن يا رب يا كريم عليه بالشباب. والله حلوة هي، شايفينها هي هيك المخدل بالنص، هي السيارة هيك، سيارات قليلة تلاقي هيك في بالنص هيك، بتكون عامل لك مكان بنحط فيه مكاسات على يمين الشوفير، يعني أغلبيتهم بيحطوا قدام، وهذا الحيز بيخلوه مكان شخص تاني يركب مع الشوفير، ما بيحبوا يضيعوه. فالمهم نوصل إلى الوجهة اللي بنروح عليها. أوه سيارة راح تقلب، شايفين شو؟ قلبت قلبت قلبت. لا والله شوفير، إيش عم تحكي أنت؟ 60 سنة نحن بنسوق سيارات، إيش بحكي يا غالي؟ بدنا نقلب من أول جو، من أول عوجي. دخلنا إلى المدينة الجميلة واللي اكتشفنا إنه فيها بنك وأخيرا. لا 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 لا، مو هون، هون مكان التفريغ عجب. لا هي تبعية القطن، أنا خربت، مخربت، أنا لسه لقدام بقول هاي مكان القطن، غلط دخلنا. يلا عادي، نطلع إلى الشارع العام ومنكمل طريقنا يلي خربطنا فيه. هو كان لازم من عند المتجر طالع اليسار أحسن لي. صارت فل، لا عيني، طول بالك شوية يا معلم، ما انتبهنا للوحة يا غالي. عم نلعب شاحنات حقيقية تقول. طول بالك، عم بتزمر وراي، ما عجب غير توقف وراي وتزمر. هذا هو، هون هون على المينا، بس والله في وزن يا معلم بالمشي. وصلنا معلم، وصلنا معلم، وصلنا. هلا بدنا ندور وين مكان التفريغ، اتوقع لازم ندخل من هون ونطلع الطرف التاني مكان التفريغ على اليمين. ايوه هون، هذا هو ليكو. حلو، هي اول 10% وصلنا له اياها وصاحبنا، نايس معلم. طب احكي لكم، مرة سويتها فكرت حالي عم بتذاكر على الكمبيوتر، اخذت عقد، والعقد البضاعة اللي باخذها منه مثل البطاطا او الشجر او هدول الموارد، تمام، بروح لك. لا والله انا كنت محمل توني، مو بطاطا، شجر، نعم، ايش الغباء، يا الله الله تذكرت. شو وندر تذكر، انا محمل، ماني محمل بطاطا، تذكرت. فالمهم يا معلم، فكنت اخذ البضاعة اروح ابيعها، تمام، تعب الخزان خالص فل، فكنت اخذها واروح ابيعها، ما اروح افضي له اياها مهل ما بده اياه. فالمهم بنهاية العقد قمت سلمته العقد، انه خلصت، حصلت لك اياها، تقريبا صار شي 70%، قام اخصموا مني حق البضاعة كلها. والله لا لا اتذكر، قلت انا غبائي، ضل ساعتين مثل هلا، انا اكتشفت انه انا اخذ عقد شواندر سكر، وهي ماكين تبع شواندر سكري، ومفكر حالي عم باخذ عقد بطاطا. يا اخي واذكر راسك عم بيوجع، قسما بالله العظيم بتعمل اشياء رهيبة. هلا اللي باول الفيديو ما خلو كلمة لواحد، لعن اخذ الحشيش. بس كرمالكم ما راح اترك عقود البطاطا، راح احصدها انا في ايدي. بس شلون بدنا نحصد عقود البطاطا؟ والله مصيبة، والله ما بعرف، هلا بنشوف شلون نظبط لكم عقود البطاطا. بطاطا مو عن اخت البطاطا، بطاطا، يا الله بطاطا دمار، البطاطا دمار يا معلم، بطاطا دمار ولا دمار. تعال اطلع برا، هي بطاطا ولا شواندر؟ شواندر سكري، والله عرفت، الله تذكرت.
البرودكت شكاربيت اون. اه والله هذا كمان شكاربيت. اه تمام، فكرته بطاطا. معناته هذا العقد الصغير، لا مو هذا، هذا اشتغلنا فيه، هذا اشتغلنا فيه، هذا البطاطا الوحيد. ما بدي يا معلم، كنسل هذا العقد، ما بدي انا يعني. كولكتد، خلي هذا يمسكه غيري، ماني مصلحة بعقد البطاطا. البطاطا علت قلبي يا زلمي، قسما بالله العظيم بتخليك تطلع من ثيابك من كتر ما ما تكفر فيها. هذا الشو شكربيت كمان. رقم الأرض 32، إذا قريبا آخذها، إذا بعيدة ماني مصلحة. 32، ها هي ماني مصلحة. فهلا عبينا تقريبا 75%، اتس اوكي. خلينا نوقفها هون، بنشيك على التركسات الباقية. لا هذا بيخلص الأرض، يطلع منها طبلية أو طبليتين ما بعرف. أنت روح وصلك، خلينا نوصلك لهنيك لعند صاحبنا، مع إنه ما راح يأثر كتير يعني. هو لبين ما يخلص العقد تبعه تا يجي شغله، عرفت شلون؟ أو في خطرة، شغلة خطرت ببالي. وقف 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 وقف، شغلة خطرت ببالي. طول بقى، هذاك العقد شوي مطول، خلينا نشوف هذا ايش صار معه. هذا راح يخلص تقريبا، هذا اتركه عم بيشتغل الزلمة. خليني اخذ هالتراكتور المرض ونبدله بالتراكتور السريع تبعهم. خليه يعمل لنا شوية بزر، او خليه ما بدنا، خليه بعدين. بس تعبيت ناخذها ونروح نودي له اياها. خلاص، كنت خطرت في بالي فكرة انه ايش نعمل، انه هاد التراكتور هاد منبدله بهذاك الابيض ونستفيد من سرعته. بعدين قلت هلا هذا العقد راح يخلص يعني، ما تحرز هالروحة والرجعة. البي انا واحد البي تبع الفاصولية. طيب هلا برجع لك، هلا بنرجع لك يا معلم. وين الارض رقم 14؟ هاي قدامي يعني. شوف هذا تقريبا خلص تقريبا نص الارض، ولسه ما كملت عنده يعني. خلاص هي ونوقفي تمام، بنروح نشوف هذا اللي عم بزمر. تعال انت عمو، خليه بيدور التراكتور تبعه. اول مره اشوف تراكتور ما له ضومه قدام. هذا اكبر تراكتور مره، قسما بالله العظيم اكثر شيء بكرهه. بس ايش شوي تم اللي حطت على تمها، اول مره بشوفها يعني. شقد انا بحسه ولا مره حط لي هيك شيء، ولا هي اداه خاصه بهاي الارض يعني. هو هذا المحسوب، والله اعلم. اتوقع هيك خالص صار 50%. تمام، جيك فيه، ما راح نكمل. وبيكون هون وصلنا نهاية الفيديو. ان شاء الله بالفيديو الجاي بنكمل لكم. اتوقع هذا الفيديو انتم راح تشوفوه على فيديوهين ما بعرف، بس المهم بالفيديو الجاي بنكمل لكم باقي عن محاكي المزرعه وش راح نسوي. طبعا بالفيديو الجاي اتوقع راح تشوفوه حتى بدون ما اني عم بلعب او عم بحكي او عم بسوي تعليق صوتي، ممكن بس تشوفوني انا عم بلعب بس يعني، لانه العمل صار عمل روتيني، ما في اي شيء نعمله. بين من نص ال 200,000 يعني، عندنا عقود كميه جدا منيحه. او اذا في شيء مهم جدا ممكن اكتب لكم اياه. وطبعا ما تنسوا تكتبوا لنا تحت التعليقات اذا عندكم اي استفسارات او اي شيء. وتابعونا على موقع التواصل الاجتماعي، تحت كل شيء مكتوب تحت مكتوب كل شيء بصندوق الوصف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.